اسمع شيبة مصر قال او لعبت يا زهر اللي له قرش ما بيلمشي ما بالك بعمل عليه ملعون ابوك يا فقر يا حاوجني للاندال سليت عزيز النفس عشان عادم المال ملعون ابوك يا عوزة سليت السؤال قتل لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال لاروح لاول واحد احتجت له في سؤال وصار بخطري ساعتها دواني ديت الحال اعمل معاه الصح انا اسنده لو ما وقف جنبه في المحن واكون اكون طويل البال واكون طويل البال عرفوا ان الفلوس ما بتعملش رجال الحوجة مرة وياما بهدلت يلا بينا بقى يلا بينا بقى خش على الزهر الله ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال لروح لاول واحد احتجت له في سؤال صار بخاطري ساعتها دوقني لقيت الحال الصح انا واسند لو مات واقف جنبه في المحن واكون طويل البال خلال العروسه انا واسند لو مات واقف جنبه في المحن خلال العروسه ارفعوا لهم فوق يلا يلا بيرو ابن مهند الغناوي احلى بيرو احلى عريس وفاض العريس مجموعة شركات عياده العريس يلا ارفع ايدك فوق قول يا سوما عايزنا ولع نار بالليل وبالنهار عايزنا ولع نار بالليل وبالنهار وهنرفع ايدنا لفوق ارفع ايدك كده اهو وارشق مزمار ارشق مزمار اضرب قول يا شيبة مصر ولع في الفرح يلا هو ده قول يا انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة سكة الاموال انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة سكة الاموال اروح لاول واحد احتجت لهم في سؤال فكر بخاطري ساعتها دوقني بيت الحال لعمل معاه الصح وسيده لو مات وقف جنبه في المحل وكون طويل البال اعمل معاه الصحارة وسيده لو مات وقف جنبه في المحل وكون ولا 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 كاكاو محمود الرياضي
الدنيا كانت ولا فرا شلت شرع هرش بزنها الدنيا كانت ولا فرا شلت شرع هرش بزنها بدي بتنخش ورا هوتشا وعيش لغيري وانا منسي وعيش لغيري وانا منسي كل ما تفتح حدك واضحك دي احزن اسابيع وين العروسة انا حدك دي اضحك دي احزن اسابيع تهدي من كتر الدريع ومش لغيري عيش الحياة كل فتاكة عطش من الدنيا صحاب وهو مين وقت حاجة كله هيسيبها ويمشي انا والعزة ازهر وفتلت الاحوال والكتة والموجة سكت الاموال انا والعزة ازهر خد العروسة خد العروسة والكتة أول موجة كبت أول موجة 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 أول موجة كبت أول موجة موجة أول أول موجة أول موجة أنا ولا عبت أعزف وفتن الأحوال وكبت أول موجة سكت الأموال الأموال ولا عبت أعزف وكبت أول موجة بسكت الأموال أروح لأول عريس أروح لأول أول واحد بقول لك ارفع إيدك فورا أصول عريس الليلة يلا شيبة مصر وأحلى عريس مجموعة شركات عياد أستراليا وجنوب أفريقيا كل ضيوف العريس وأم العروسة وخالات العريس وكل أعمام العريس والعروسة السعيد معصومة يا ريت ما جاني الغالي وقال لي انا سرعاش اتبسمت انا زي العادة وقلت يا ناس خفاش يا ليله ما جاني الغالي وقال لي انا سرعاش اتبسمت انا زي ارفع ايدك فوق 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 شيبة مصر ولعبت أزرار وتنزلت الأحوال وركبت أول موجة سكت الأموال أنا ولعبت أزرار وتنزلت الأحوال وركبت أول موجة سكت الأموال أروح لأول واحد احتجت له في السؤال خسر بخاطر الزعل سيادة النائب عم عزيز باشا الصفتي سيادة النائب عم عزيز باشا القناوي القناوية بيا بيا سيادة النائب عم عزيز باشا القناوية احلى ناوي انا وصيده لو مات وقف جنبه في البحر وكور ورجع دني 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 وانا اقول له يا جماعة بعد اذنكم مش هنشتغل بالنظام ده خالص.